السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه ai.meta.com. الموقع ده متخصص للذكاء الاصطناعي اللي الميتا عاملاه. ميتا اللي هي مالكة الفيسبوك والانستجرام والواتساب. فتلاقي في ذكاء اصطناعي ان انت تعمل معاه شات او ان انت تكون صور باشكال كتيرة جدا. ممكن تقول له انا عايز اعمل صوت، عايز اعمل فيديو، في حاجات كتير جدا تبقى موجودة فيه. هو حاليا متاح لو انت موجود في امريكا، وهتلاقي ميتا لاما 3 زي ما انت عارف هم داخلين في منافسة الذكاء الاصطناعي، وتقدر تطلع على الابحاث الخاصة بالذكاء الاصطناعي. لو انا قلت له ان انا عايز اجربه ai.meta، فبيقول لك ان انت ممكن تجربه لو انت موجود في امريكا، ودي الابحاث لو انت عايز تطلع عليها تعرف ان هم ايه التطورات اللي هم عاملينها. طيب لو انت عايز تجرب لاما 3 فممكن تروح للموقع دوت بيربلكستي، وتيجي من هنا وتقول له انا عايز اتعامل مع الذكاء الاصطناعي اللي هو لاما 370. تقول له مثلا ايوه، فتبدا بقى تساله اي سؤال وهو يبدا ان هو يجاوبك من خلال اللاما او من خلال الاي اي دوت ميتا. اي سؤال انت عايز تساله له تقدر انت تساله له. تمام، ممكن تقول له انا عايز ابدا ادخل في الموقع، وفي اي بي اي يعني تقدر تربط موقعك بيه وتبدا ان انت تاخد الاجوبه من عندهم. الميزه برضو هنا ان انت ممكن تقول له فوكس، يعني ركز على الحاجات الاكاديميه او ركز على الفيديوهات او ركز على الرايتنج. تمام، فانا ممكن اقول له اكاديمي واقول له مثلا افضل طرق تحلية المياه، وممكن تقول له اتاش بحيث ان انت ترفع له ملف صورة او بي دي اف او تكست، ويبدأ ان هو يدور فيهم او يجاوب الاسئلة من خلال المواقع دي. فهو بدأ يجاوب الاجوبة هيت تمام من خلال الذكاء الاصطناعي، وممكن اقول له ايه التقنيات الاخرى فيبدأ ان هو يجاوب، وبيديني السورس عشان اتأكد من المصادر. بيقول لك التبخير والتحلية بالتجمع الشمسي والتبادل الأيوني وتبخير المياه المالحة والتكثفة، فبدأ يخش في التفاصيل. هنا ممكن تقول له عايز سؤال تاني، وتبدأ تختار ايه الإجابة، عايز إجابة عامة أو إجابة متخصصة. بعد كده ممكن بقى تشوف تبدأ تعمل سيرش مثلا دي أفضل حاجات الناس بتدور عليها، الترندات بقى ديسكفر اللايبراري دي الاسئله اللي انا كنت سالتها قبل كده، او ترندات قريبه من الحاجات اللي انا مفكر فيها.